بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله هناخد دلوقتي الوحدة الثالثة الإحصاء. هناخد أول درس عندنا اسمه مقاييس النزعة المركزية. أنت درستها في أولى إعدادي، بس هناخدها السنة دي بالتفصيل شوية. إيه هي مقاييس النزعة المركزية؟ اللي هي الوسط الحسابي والوسيط والمنويل. الوسط الحسابي والوسيط والمنويل. طب تعال نشوف أول درس عندنا. الوسط الحسابي. ايه هو الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي لمجموعه من المفردات او مجموع القيم على عددها. طيب لو كان عايز احسب الوسط الحسابي لتوزيع تكراري، يبقى مجموع ميم في كاف على مجموع كاف. طيب تعال نشوف ده. بص يا شباب، هنا ده توزيع تكراري، عايز الوسط الحسابي. المجموعات 5 و15 25 35 والتكرار مكتوب قدامك. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل جدول في 4 عمدان، 2 عليك و2 علينا. يعني ايه؟ 4 عمدان، عمودين جاهزين قصادك وعمودين انت بتحسبهم. اول عمود جاهز عندك اللي هو عمود المجموعات، هتكتب فيه المجموعات اللي هو مديهالك، الـ5، 15، 25، 35. خد بالك دي مش سالب، دي اسمها مجموعه. طيب بعد كده هنجيب حاجه اسمها ميم. ميم دي اللي هي ايه؟ مركز المجموعه. دي اللي انت هتحسبها بقى من عندك انت، دي اللي انت هتحسبها من عندك. ايه مركز المجموعه؟ بتجيب اول مجموعتين تجمعهم وتقسمهم على الاثنين، يعني 5 زائد 15 20، على الاثنين يبقى 10، يبقى اول مركز ب10 وهكذا. طب بدل ما انت بقى كل شويه تجمع وتقسم على الاثنين، تجمع وتقسم على الاثنين، لا، احنا ممكن نجيب اول مركز زي ما انا قلت لك، اعيدها تاني اهو، نقسم، نجمع الاول 5 زائد 15 على الاثنين، كده جبنا 10، يبقى اول مركز عندي ب10. شوف المجموعات بتزيد بمقدار كام؟ 5 15 25، يبقى انا بزود كام؟ بزود 10، يبقى على المركز ازود 10، يبقى 10 20 30 40. خلاص كده انا جبت الميم. الكاف، الكاف اللي هو التكرار اللي انا مديهولك في الجدول، 8 16 19 7. ميم في كاف، تضرب الميم في الكاف، يعني ال 10 في ال 8 80، ال 20 في ال 16، ال 30 في ال 19، ال 40 في ال 7. وبعد كده تجمع اخر عمود اللي هو ميم في كاف، هيديك 1250. اجيب بقى الوسط الحسابي ازاي؟ مجموع ميم في كاف اللي هو 1250 على مجموع كاف اللي هو 50، يبقى 1250 على 50. معلش هنا في غلطه، هي معلش هي 1250 على 50. 1250 على 50 يديك الوسط الحسابي. الوسيط. الوسيط ايه هو؟ هو القيمة التي تتوسط المجموعة بعد ما برتبها تصاعدي أو تنازلي. يعني ايه؟ يعني أنا مثلا عندي مجموعة أعداد 3 و1 5 و2، وعايز أجيب الوسيط. أرتب تصاعدي أو تنازلي واختار العدد اللي في النص. أنا رتبت تصاعدي أهو في المثال ده 1 2 3 4 5، اخد اللي في النص اللي هو 3، يبقى هو ده الوسيط. يبقى الوسيط اجيبه اللي انا برتب الاعداد تصاعدي او تنازلي، وبعد كده اخد اللي في النص. طيب ازاي اجيب بقى الوسيط من توزيع تكراري ذو مجموعات؟ اول حاجه بننشئ جدول اسمه الجدول التكراري المتجمع الصاعد او النازل، وبعد كده نرسم ايه؟ المنحنى التكراري. الجدول الجديد اللي انا بعمله هرسمه، وبعد كده بنحدد ترتيب الوسيط. ازاي ترتيب الوسيط؟ بجيب مجموعة تكرارات على 2، ومن نقطة ألف على المحور الرأسي هرسم خط يوازي محور السينات، يقطع المنحنى، ونشوف هيقطع المنحنى عند سين بكام. هي دي اللي هتكون الوسيط. طب تعال نشوف بقى الكلام ده وتطبقه عملي. ادي جدول زي اللي قدامك دلوقتي، بيقول لك احسب لي الوسيط باستخدام الجدول المتجمع الصاعد والنازل. تعال نشوف المتجمع الصاعد. بعمل عمودين واكتب فيه المتجمع الصاعد حدود عليا للمجموعات وتكرار متجمع صاعد. هاجي اقول له ايه؟ اقف عند ال 40، هكتب كده اقل من 40، اقل من 50، اقل من 60، اقل من 70، اقل من 80، اقل من 90، اقل من 100. طب احسب ازاي؟ اقف عند ال 40، اقل من 40، في تكرارات اقل من 40؟ لا. طب اقف عند ال 50، اقل من 50، 8. طب اقل من 60 تجمع 8 و11، اقل من 70 تجمع 8 و11 و16، اقل من 80
تجمع 8 و11 و16 و10 وهكذا. تمام؟ ده اسمه المتجمع الصعب. هبتدي ارسم، هتلاقي منحنى صاعد لاعلى. طيب هجيب الوسيط ازاي؟ انا عندي المجموع التكرارات 50، خلاص هجيب الاول ترتيب الوسيط، هقسم ال 50 على 2 يبقى 25. هاجي عند محور الصادات اعلم على 25 وارسم خط يوازي محور السيمنت، يقطع المنحنى، هنزل راس الاسفل هشوفه بيقطع محور السيمنت فين، هتلاقي ما بين ال 60 وال 70، هي تقريبا 74 64 تقريبا، هو الوسيط بيجي من الرسم تقريبا. ده المتجمع الصعب. طب تعال نشوف المتجمع النازل. بكتب ايه؟ 40 في اكسر، بنزل اهو 50 في اكسر، 60 في اكسر، 40 في اكسر يبقى 50، 50 في اكسر يبقى 42، بفضل انقص انقص لغايه ما اوصل للصفر. هبتدي ارسم، بص بقى هتلاقي المنحنى عمال ينزل. طيب هجيب بقى ترتيب الوسيط، اجيب مجموع التكرارات اللي هو ال 5 اللي هو ال 50 على 2 25، وارسم خط يوازي محور السينات وينزل عمودي على ايه؟ يوازي محور السينات وينزل راسي الى اسفل، هتلاقي من الرسم الوسيط هيطلع تقريبا 64. طيب من غير بقى حكايه ان انا اجيب ترتيب الوسيط والكلام ده، لو انا جيت رسمت المنحنى المتجمع الصاعد والنازل في رسمه واحده، نقطه التقاطع بتاعتها هتكون الوسيط. اهو انا رسمت المنحنى الصاعد والنازل، اتقطعوا مع بعض، نقطة التقاطع تحت أسفل أهو على محور السينات هتلاقي 64، هو ده الترتيب الإيه؟ هو ده الوسيط، وترتيب الوسيط نقطة إيه؟ محور أو نقطة التلاقي المنحنى الصاعد والنازل تعين على محور السينات الوسيط، وتعين على محور الصادات ترتيب الوسيط. قيمة الأكثر تكرارًا أو الأقصى إيه؟ شيوعًا. طيب تعال نشوف بقى هنجيب المنوال إزاي من التوزيع التكراري. ادي بالجدول اللي قدام، هترسم مدرج تكراري عادي زي اللي انت خدته في ابتدائي، خلاص. طيب بعد ما ترسم المدرج ايه اللي انت هتجيبه وهتجيب المنوال ازاي؟ تيجي عند اعلى عمود هترسم القطرين بتوعه زي الشكل اللي قدامك، نقطه التقاطع هتنزل لاسفل هتشوف بيقطع محور السينات فين تقريبا، المنوال من الرسمه ديت تقريبا هي قبل ال 55 اهي وبعد ال 45 تقريبا، يبقى المنوال هنا 47. يبقى انت بترسم مدرج تكراري، بتجيب اعلى عمود ترسم القطرين بتوعه زي الرسمه اللي قدامك، وتيجي من نقطه التقاطع ترسم خط عمودي الاسفل تشوف هيقطع محور السينات فين، يبقى ساعتها الرقم اللي هينزل عنده هو ده هيكون المنوال، ودي بتبقى حاجه تقريبيه. تدريبات مهمة أوي أوي أوي، الوسط الحسابي والمنوال.